مساء الخير، واش راكم؟ جيسبر كامل تكونوا صافا. وانتم تشاهدوا في الفيديو تاعي تاع اليوم، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي البنات فضلا وليس امرا. ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. اليوم ان شاء الله راح نديكم معايا لهذا البارك باتما كيد ستار اللي جاي في حمله. مهم هنا هذا الاسباس هذا البنات خاص بذراري صغار، يعني خاص نقولوا من 12 سنه وهبط، لانه ما فيش زعما دي جو هكا كبار بزاف، يعني في يديروه هكا شغل دي زاكتيفيتي ودي جو هكا خفاف. المهم البنات بالنسبه لهذا البارك هذا او جاي في حمله، يعني حل جديد كما نقولوا حنايا، ماهوش يعني ما عندوش بزاف، جاي في حمله البنات، في جايبين حمله 1 وحمله 2، فهذاك الرون بوين اللي يدوركم على حمله 2. فوالا البنات، المهم ديروا في المابس برك اكتبوا باتنا كيد ستار يوصلكم ليه ديريكتومون البنات، ماهوش بعيد، يعني ما من الناس اللي ما عندهمش زعما ترونسبور، يعني تقدروا تروحوا في البوس بصح شويه تروحوا في النهار. واصلا ديجا هاد البنات هاد البلاصه هذه يعني جايه كما نقولوا حنا فارمي وفيها البرود الداخلي، يعني مام الا كان رحتوا زعما في النهار مش راح تضربكم الشمس ولا. المهم البنات لهنا كنت جيت لدارنا قلت والله غير نبروفيتي نديهم، وكيما نقولوا حنايا يبدلوا شويه الجو. ومام طون البنات الحاجه اللي عجبتني فيه والحاجه اللي ريحتني هو انه هو البنات جاي قلت لكم اسباس فيرمي، يعني كي يدخلوا ولادكم لداخل ما تبقايش تعسيهم وراء حتى وبالك الاخر يروح لك من هيه ويهرب لك من هيه، لا لا، تدخلوا البنات تشريوا تيكي الواحد بخمسين الف، يعني ولدك ولا بنتك يلعبوا ساعه ونص بخمسين الف، يلعب لي جو كامل البنات وين يحب يلعب يلعب بخمسين الف. فوالا تدخلوا تلقاو الكيسي ثم قدام الباب، تعطيها سوارت تعطيك واحد البون، خلاص تمدي لهذيك البنات اللي يخدموا ثم تمدي لها البون تخليه يدخل يلعب ساعه ونص وين بغا وين عجبو، فهمتوني؟ وامام طون البنات كاين ثاني تك بلايص وين يقعدوا فيهم لي بارون، يقعدوا يتفرجوا في ولادهم يصوروهم، ثاني عندهم شغل كافات دايرين فيها ثم قهوه كابوتشينو لي جو لي بواسون، يعني اي حاجه بغيتيها تلقايها ثم. المهم صراحه عجبني بزاف 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 بزاف، مام زعما هكا صغير وكيما نقولوا حنايا ما فيش بزاف لي جو، مي ولا غير باهي وهكا كيما نقولوا حنايا ياتيري الولاد صغار، كما تعرفوا الولاد صغار يبغيو بزاف لي كولور، يبغيو الضوابي حوايج كيما هكا يعجبوهم. كيما انا بنتي تلعب غير مع هذوك البنات اللي شوك تصاور هذوك تاع مباليش وسمهم لهذو تاع تاع الكوميكات هذوك هذاك الواش قاعد. ثاني الحاجه اللي عجبتني بزاف هاد البنات هاد سما هاد البنات اللي راهم خدامات لهنا، شوفوا البنات يعسوهم تري تري بيان، ينعتوا لهم كيفاش يلعبوا، يديوهم كيما نقولوا حنايا مدايرين لهم خاطرهم فوق اللازم والله العظيم، وجونتي بزاف بزاف وما والله غير عجبوني، سيرفيس تاعهم روعه ما شاء الله، سواء الكيسي سواء ديك الطفله اللي تخدامه في لاكافيه تخدم تما ثما كيما نقولوا حنا، تدير قهوه كابوتشينو تمدلكم لي بواسون كامل البنات، السيرفيس تاعهم يعجبني بزاف بزاف. وان بلوس كي رحت انايا البنات هذيك العشيه ما كانش بزاف الغاشي، يعني ولادي لعبوا الاز، ومام زعما ولدك لا كان يبغي يزيد يلعب واحد الجو البنات شغل كيما نقولوا حنا هذوك تاع اللي يتسلقوا الجبال وكامل زعما شغل يلبسوا لهم هكا واحد لي كاسك ويجيو مزرزحين، هذيك تقدري تزيدي تخلصي عليها. وهنا البنات راه هي كي قلت لكم كاين بلاصه وين يقعدوا لي بارون. المهم الموقع تاعو شوفوا هما تقدروا ديروا في المابس يوصلكم ديريكتومون، واللي حاب يروح هكاك جايبين حمله 1 وحمله 2 في هذاك الرون بوان اللي يفرق بيناتهم راهو ثم قدام الجامع، يعني ساهل كي تروحوا، يعني طريق باينه ماشي زعما هكا غامضه ولا ماشي بلاصه ماشي معروفه ولا. هذه هي البنات، المهم اللي هنا نخليكم على لقطات من الفيديو باش تشوفوا البارك الداخلي يعني واش فيه لي جو كامل واش فيه ومام طون يعني تاخذوا عليه فكره.
المهم البنات، نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا خذيتوا فكره على هذا البارك. نقول لكم ما تنساونيش بلي لايك، وما تنساوش تخليوا لي اشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.